سعيد جدا بتنظيم بطولة الجمهورية طبعا في نادي سموحة، وده شيء جميل جدا ان احنا ننظم بطولة الجمهورية. نشكر اتحاد الفروسية على ذلك، وسعداء جدا بالحدث الرياضي الكبير قوي ده. وان شاء الله نتمنى ان كل حاجة النادي يكون عاملها تلقى قبول المشاركين، وبنشكر كل الأندية طبعا اللي شاركت، وسعداء جدا ان سيادة وزير الشباب والرياضة هيحضر هذه البطولة، ومحافظ الاسكندريه هيحضر هذه البطولة، وطبعا والدكتورة صفاء وكيلة وزارة الشباب والرياضة مشرفانا ومنورانا. وشيء جميل وحدث جميل وحدث سعيد وحدث مبهج، وعدد كبير قوي من الأبطال مشاركين، وعدد كبير قوي من الناشئين مشاركين. ويا رب دايما كده نجاحات وانتصارات، ودايما الرياضة المصرية في ازدهار وفي نمو. ودي رسالة طبعا لكل الرياضيين في مصر، ورسالة لكل الرياضيين في الوطن العربي، ودي تبين قد ايه سموحة جميل، وقد ايه سموحة منظم، وقد ايه عندنا الحمد لله امكانيات قدرنا نوظفها، ويا رب تكون عند حسن ظن الناس. انا سعيد جدا النهارده ان بطولة الجمهورية الفروسية من سنة 98 ما دخلتش اسكندرية موجودة النهارده في نادي سموحة، وفخور جدا بناديه اللي قدر يعمل اقوى تجهيزات ما حصلتش في تاريخ نادي سموحه في الفتره دي، الفتره الوجيزه دي، تخلي بطوله الفروسيه موجوده عندنا. واتمنى ان في الفتره اللي جايه كل بطولات الجمهوريه الفروسيه تعمل طبعا في نادي سموحه بعد التجهيزات المبدعه دي والمبهره. وبشكر طبعا اتحاد الفروسيه اللي ساعدنا في الموضوع دوت وخلى البطوله موجوده عندنا، وبشكر لجنه الفروسيه اللي موجوده عندنا اللي قامت بدور قوي جدا جدا، وبشكر كل العاملين في نادي سموحه اللي فعلا اهلكوا في الفتره اللي فاتت، وبشكر السيد مدير النادي واعضاء مجلس الاداره على راسهم طبعا وزير الشباب والرياضه اللي فعلا دعم الموضوع بقوه، وطبعا هو النهارده حاضر في البطوله اللي اول مره تحصل في اسكندريه من سنه 98، وبشكر السيد المحافظ اللي هيبقى متواجد معانا النهارده في البطوله. كله شايف ان التجهيزات على اعلى مستوى الحمد لله. اتمنى ان احنا في الفتره اللي جايه يبقى عندنا اداء قوي جدا في كل الرياضات في نادي سموحه زي ما احنا معتادين يعني الحمد لله. بقالنا كتير قوي ما عملناش بطولات في اسكندريه او في نادي سموحه بالذات، وكنا جينا زياره انا ودكتور اسماعيل اللي هو رئيس اللجنه، زرنا المكان هنا انبسطنا جدا وتحمسنا ان احنا نعمل بطوله، وللحق التنظيم طلع فوق التوقع واحسن من احنا كنا متوقعين بكثير جدا جدا، والناس عامله شغل هايل من ناحيه الاراضي ومن ناحيه السدود والتسخين، وكل التنظيم فوق الممتاز، ومتحمسين ان احنا نعمل بطولات اكتر من كده هنا كمان، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه دوليه هنا كمان ان شاء الله قريب، لان المكان جميل والتنظيم بتاعهم هايل بصراحه، وإن شاء الله تطلع بطولة هايلة ويبقى فيه بطولات أجمل من كده كمان.